إن متانة الهوية التي دخل فيها الحراك ليست بصدفة، وهي جد متوقعة لعراقة المشروع التغريبي في الجزائر، وذلك بعد الأكاذيب التي صرعتها فرنسا بأننا أمازيغ ولسنا عرب. يؤكد المؤرخون العلماء الأوروبيون من خلال استقراءاتهم لعلم الآثار والنقوش والكتابات القديمة المكتشفة أن استيطان الفينيقيين العرب منذ منتصف الألف الثانية قبل الميلاد، أي منذ 3500 سنة، هو الذي مهد لسهولة قبول البربر للغة العربية والدين الإسلامي في القرن السابع الميلادي بعد الفتوحات الإسلامية. ويرون أن اللغة البونيقية التي هي عربية قديمة استمرت قائمة بالمغرب العربي كلغة ثقافة وحضارة ودواوين حتى بعد تدمير قرطاج وخلال الاستعمار الروماني، وإلى أن دخل العرب المسلمون فحدث الوصل بين البونيقية التي هي عربية قديمة وبين العربية التي هي لغة حديثة طورها القرآن الكريم. البونيقية أو بيونيك لهجة من لهجات اللغة الفينيقية كانت سائدة في شمال إفريقيا، والفينيقية لهجة كنعانية وهي بالتالي من جداد اللغة العربية. واللهجة الفينيقية الكنعانية كانت سائدة في لبنان وساحل سوريا ومنطقة الجليل في فلسطين وفي مالطا. واللغة المالطية الحديثة بالمناسبة خليط من اللغة العربية والإيطالية والإنجليزية وتكتب بالحرف اللاتيني، لكن أساسها لغة سامية عربية. لكن ما أن وصل الفرنسيون حتى راحوا ينشرون الأكاذيب بين البربر مدعين بأنهم غير عرب ويغلون صدور البربر ضد العرب، لكن سياستهم هذه فشلت طوال القرن والثلث القرن من استعمارهم. ركزوا على منطقة القبائل التي كانت تسمى قبل احتلالهم بزواوة لقربها من العاصمة حيث يتجمع بها معظم الاستيطان الفرنسي، فراحوا ينشرون بها الفرنسية والتنصير، لكن جوبهوا بمقاومة شرسة من قادة زواوة الأشاوس. فإحصائية 1892 تشير إلى أن المدارس الفرنسية المخصصة للجزائريين بمنطقة القبائل كانت تمثل 34% من سائر المدارس بالقطر الجزائري، علما بأن هذه المنطقة هي ولايتان من 48 ولاية. فالكابتن لوغلاي المشرف على التعليم في الجزائر يخطب في المعلمين الفرنسيين في بلاد القبائل في القرن 19 فيقول: علموا كل شيء للبربر ما عدا العربية والإسلام. وفي مؤتمر التبشير المسيحي الذي عقد سنة 1867 في بلاد القبائل يقول الكاردينال لافيجري: إن رسالتنا تتمثل في أن ندمج البربر في حضارتنا التي كانت حضارة آبائهم. ينبغي وضع حد لإقامة هؤلاء البربر في قرآنهم. لا بد أن تعطيهم فرنسا الإنجيل أو ترسلهم إلى الصحراء القاحلة بعيدا عن العالم المتمدن. حدث هذا في كل دول شمال إفريقيا، والهدف الأسمى من ذلك هو خلق كيان في شمال إفريقيا بعيدا عن الهوية العربية والأمة الإسلامية بإنشاء تامزغة التي تجمع دول شمال إفريقيا. والغريب في ذلك أن دعاة التمزيغ في الجزائر يشتركون في العلمانية كحركة مواطنة والأرسيدي والأفافاس، ونفس الشيء في تونس كحزب أكال الأمازيغ العلماني، وفي ليبيا راحت الأمور إلى انشقاق في الجيش تحت لواء الراية البربارية. وقد ظهرت هذه النزعات القبلية إبان الرابع العربي الذي حول ليبيا إلى خراب بسبب المرحلة الانتقالية، وتونس التي علمنت بسبب المجلس التأسيسي ليظهر لاحقا المشكل العرقي والقبلي الذي خلقته فرنسا منذ قرون. ونرى نفس الأحزاب العرقية في الجزائر تحذو حذو الدول المجاورة لتمرير المشروع التغريبي الذي يحارب الإسلام والهوية العربية، وهي حتى نفس الأحزاب التي دعمت انقلاب التسعينات وخرجت ضد قانون التعريب كالأفافاس ودفعت بالشارح لتنحية الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد الذي سابق على قانون التعريب، ودعمت سياسة بن غبريط التي مزغت المنهاج الدراسي وفرنسته. وبدأ أصحاب هذه النوايا الخبيثة المعادية للدين والعربية في رفع راية جاك بينيت الذي صنعت في 1970 في فرنسا، ومهاجمة قيادة الأركان لمعرفتهم بأنه سيوقف المشروع الاستئصالي التغريبي. قد بدأ بذلك بالبكالوريا وإصدار قرار استبدال الفرنسية بالإنجليزية في الجامعة، وهذا سبب تدرج قائد الأركان أحمد قايد صالح إلى موضوع الراية الذي أصبح يشكل خطرا للحراك والذي يعرف الجيش عنه كثير. ويبقى أفضل حل هو الذهاب إلى اللجنة المستقلة للانتخابات ثم انتخاب رئيس شرعي قبل انفلات الوضع الأمني والدخول في متاهات ستزيد الطين بلة. سنتكلم في الفيديو القادم عن الأصول العربية للأمازيغ والكلمات العربية في القاموس البربري. تابعوني على صفحتي الرسمية في الفيسبوك رئيس رشدي.